ظلت الحكومات المتعاقبة في ظل نظام الرئيس السابق تتباهى بالتسديد المسبق للديون الخارجية بداية 2005. خرجت المدونية من النافذة، لكنها ربما ستعود من الباب الواسع. حديث عن قرض من الشركة العربية للاستثمارات الدولية لفائدة مؤسسة سوناطراك يراه الخبراء الخطوات الأولى نحو الاستدانة الخارجية عن طريق المؤسسات العمومية، رغم أن القرض لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، إلا أنه يعطي مؤشرات غير مطمئنة. وزير المالية تكلم بصراحة، قال لك سوناطراك وسونيل غاز راحين يروحوا للمديونية. كان غلط تاع استشراف في الحكومة الجزائرية. حكومة صرف أعمال كانوا قبل ما يشروا في إيطاليا يشروا يديروا الاستثمار تاع سوناطراك، كانوا يخموا يوجدوا كما يقول لك ميزانية الاستغلال. الوصول إلى هذا الوضع ساهم فيه إلى حد بعيد حسب المختصين غياب الاستشراف رغم التحذيرات. حكومة 2014 كانت حكومة ريعية بامتياز تفتقد لأدنى شرط الحكامة، معتمدة على الاستهلاك بدل الاستثمار، ولتجني الدولة حاليا كما زرعته المنظومة السابقة. اليوم الاستدانة رانا مجبرين نروحوا الاستدانة، ولا قاعد سعر البرميل 68 دولار بين 60 دولار و70 نروحوا الاستدانة، لأن اليوم ما كاش كما يقول لك حوكمة. الحكومة المقبلة لا تنتظرها هدية آخر السنة، بل سترد تركة ثقيلة يصعب حلها في ظل شح الموارد المالية وانخفاض سعر البترول وتآكل احتياطي الصرف. فهل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يكون خياراً أم إكراه؟